تفضل يا حسين. السلام عليكم شيخ وليد. وعليك السلام، تفضل يا حسين. شيخ وليد، هاي الآية القرآنية احنا بشكل عام اليوم نتكلم ونتقصص، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إن الأرض يرثها من عبادي الصالحين. السؤال الأول، ويا ريت تسمعني. لا الأول بس، معلش، واحدة واحدة. إيه. ولقد كتبنا، هاي لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي نقاعد القاعدة الأول، نقاعد اسمعك، تفضل. القاعدة الأول. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. طيب الكلام اللي اتكتب ده كتب فين؟ ها هو أنا بدي أكمل، أنا سألنك. لا حول ولا قوة إلا بالله، نفهم الأول الآية وبعد كده نروح لبعد الآية، صح؟ يلا، في الزبور هو يقال في الزبور، في التوراة أو الإنجيل مال داود عليه السلام. أيوه، داود. حلو أوي. يعني تخيل أنت أن كتب في الزبور اللي هو على عهد سيدنا داود أن الأرض يرثها المهدي. خلنا أكمل يا عم، كمل. أول مرة أنت قلت أن الشيء الذي يورث الأرض هو يكون آخر شيء، هل تحقق في عهد أحد الأنبياء أن الأرض قد ورثت كاملا؟ لا، غير موجود. ثاني شيء، الله سبحانه واحدة وتعالى واحدة بس. أخبر واحدة عن واحدة 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 وأنت إيش عرفك الأرض هتنتهي إمتى؟ هو أنا خلنا أكمل لك. هو يا عم اسمعني بس، أنت ما تقوليش أكمل على طول وخلاص، أنت ما تقوليش أكمل على طول وخلاص. مثال إبيض هو. كمل احكي. مثال إبيض هو. الآن أليس عندكم أن المهدي ستقتله امرأة ذو لحية والأرض ستظل من بعده؟ يبقى كيف يرث الأرض؟ بوم. كملت؟ أول مرة، نعم أول مرة. الإيمان، أنت ما جاوبتني على هذا السؤال، قلت لك يا حسين. حسين اشرب مية من حتة ثانية. نعم. حسين اشرب مية من حتة ثانية، يلا حسين اشرب مية من حتة ثانية. كل مرة جاوبك عليها وكل مرة أقول لك نفس الكلام وأنت ما بتعلمش. يا عم ده التكرار بيعلم الشطار، التكرار بيعلم الشطار. يعني حتى هذه الآية لا تنطبق، هنصرصر على طول على الفاضي. يعني أنتم تقولون إن المهدي هيموت والأرض برضه هتفضل بعد المهدي،